هتطبق بي سي ال عند اي واحده فيهم. هتطبق بي سي ال عند ايه؟ اي واحده فيهم. اول الجوريزم عليكم البابل سورت بيكون جايب لك اري بالمنظر ده، مش اري مش مترتب. انت محتاج ان انت تعمل له سورتنج باستخدام البابل سورت، يا اما تصاعديا يا اما تنازليا على حسب ما بيقول لك في الامتحان. طيب نفترض ان احنا عايزين نعمل سورت للاري ده باستخدام البابل سورت تصاعديا، فبنعمل ايه؟ اول حاجه ان انا بمسك اول رقم خالص اللي هو اول اندكس خالص اللي هو السبعة، ببدأ اقارنه بالاندكس اللي بعده على طول اللي هو مين، اللي هو التلاتة، وببدأ اسأل سؤال بقول هل السبعة اكبر من التلاتة؟ هتقول لي اه السبعة اكبر من التلاتة. طالما السبعة اكبر من التلاتة يس، نبقى نعمل سواب. يعني ايه سواب؟ يعني بتبدل بين التلاتة والسبعة. فاللي هيحصل ان هيجي السبعة هتيجي مكان التلاتة، تمام؟ نفضل ماسكين السبعة لسه، نفضل ماسكين السبعة ونبدأ نقارنها مع الخمسة اللي جنبها. هنبدأ نقارن السبعة مع الخمسة، هنسأل برضو نفس السؤال هل السبعة أكبر من الخمسة؟ هتقول لي يس. طالما يس هتعمل سواب، سواب يعني تبدل ما بين السبعة والخمسة. فجبت هنا السبعة وهنا الخمسة، بعد كده هفضل ماسك السبعة برضو لغاية ما أحطها في مكانها الصح. بعمل إيه؟ هو ماسك السبعة مع الاتنين اللي جنبها، هل هو اسأل سؤال هل السبعة أكبر من اتنين؟ هتقول لي يس، فاعمل سواب بين السبعة والاتنين. فهتلاقي إن السبعة اتبدلت مكان الاتنين، فأقوم ماسك لسه أنا ماسك السبعة، تمام؟ طول ما أنا عمال بعمل سواب هفضل ماسك السبعة، طول ما أنا بعمل سواب هفضل ماسك السبعة. هعمل السبعة مع الواحد، السبعة مع الواحد، أسأل سؤال هل السبعة أكبر من الواحد؟ قال لي يس، فتعمل سواب بين السبعة وبين الواحد، تمام؟ فهتلاقي ان السبعة جت مكان الواحد. فدي كده انت كده خلصت اول لفة عندك. اول لفة عندك بيقول لك ان انت بيقول لك after first iteration، بعد اول لفة we sure احنا متأكدين ان ال last index is sorted. يبقى في البابل سورت في اول لفة عندك بيخلي ان اخر index خالص، اخر index خالص بيكون sorted، تمام؟ فانت كده اتأكدت 100% ان اخر اندكس خالص سورتت. فتعمل ايه؟ ترجع بقى انت خلاص كده خدت السبعة سورتت، تمام؟ تبدأ من الاول تاني خالص، تمسك اول اندكس في اللفة التانية. كده احنا خلصنا اللفة الاولى، في اللفة التانية بتعمل ايه؟ تمسك التلاتة تقوم مقارنها مع الاندكس اللي بعده اللي هي الخمسة، تسأل سؤال التلاتة اكبر من الخمسة؟ نو. طالما نو خلاص مش هنعمل الصو ولا نعمل اي حاجة، فنسيب التلاتة ونقوم ماسكين الخمسة. هنسأل سؤال الخمسة نمسكها مع الاتنين، نسأل سؤال هل الخمسة اكبر من اتنين؟ هتقول لي يس. طالما يس فتعمل سواب بين الخمسة والاتنين، فالخمسة جت مكان الاتنين. بعد كده احنا قلنا طالما يس فنفضل ماسك الخمسة لسه لحد ما احطها في مكانها الصح. الخمسة أقارنها مع اللي جنبها اللي هي الواحد، هل الخمسة أكبر من الواحد؟ هتقول لي يس، فأعمل سواب بين الخمسة والواحد، فلاقي إن الخمسة جت هنا، تمام؟ طيب دي كده التاني لفة. على طول هتلاقي إن في تاني لفة هتلاقي إن آخر اتنين إندكس بقوا مترتبين. يعني في البابل سورت أول في أول في نهاية أول لفة بيكون آخر إندكس هو اللي سورتت. طب في نهاية تاني لفة بيكون متأكدين إن آخر اتنين سورتد. يعني إيه سورتد؟ يعني آخر اتنين في مكانهم الصح، فعلا الخمسة والسبعة في مكانهم الصح، تمام؟ أهو بيقول لك after the second iteration we sure that the last two index is sorted، إن آخر اتنين مالهم سورتد. بعد كده نعمل إيه؟ هرجع تاني من الأول خالص، أمسك أول index اللي هو كام؟ اللي هو التلاتة، أبدأ أقارن التلاتة مع الاتنين وأسأل سؤال هل التلاتة أكبر من اتنين؟ يس، فطالما يس بعمل سواب بين التلاتة والاتنين أهو، فالتلاتة جه مكان الاتنين. بعد كده هفضل ماسك التلاتة أقوم عامل إيه؟ أقارنها مع الواحد، التلاتة أكبر من الواحد؟ هتقول لي يس، فأعمل سواب بين التلاتة والواحد، فتلاقي التلاتة جت مكان الواحد.
دلوقتي كده دي اللفة التالتة. اللفة التالتة احنا متأكدين ان اخر تلاتة اندكس بقوم سورتد. طب انت قلت لي مثلا انا لما جيت هنا ليه، لما جيت هنا قمت عامل مع الواحد مع التلاتة، تمام، ما كملتش مقارنة بين التلاتة والخمسة ليه؟ لأن في البابل سورت احنا قلنا خلاص احنا متأكدين ان اللي بالأخضر ده كده في اللفات اللي قبل كده سورتد، فاحنا مش محتاجين ان احنا نقارن التلاتة مع الخمسة خلاص. فأنا بقف لغاية هنا، بقف لغاية هنا، تمام. يعني في كل مرة انا بقف في مكان اقل من المكان اللي قبله، تمام. يعني كده دلوقتي كده التلاتة بقت سورتد. طيب يقول لك في اللفة التالتة احنا متأكدين خلاص ان اخر تلاتة اندكس مترتبين، فبعمل ايه؟ برجع تاني من الاول خالص في اللفة الرابعة. اللفة الرابعة دلوقتي هقوم ماسك الاتنين، هقارنها مع مين؟ هقارنها مع الواحد بس، تمام. هقوم مقارن اتنين مع الواحد، الاتنين اكبر من الواحد يس، فبعمل سواب بين الاتنين والواحد، فالاتنين هتيجي هنا والواحد هيجي هنا، تمام. فكده اللفة الرابعة احنا متأكدين ان اخر اربعة اندكس مالهم مترتبين. طيب بما ان خلاص اصلا هو السايز بتاع خمسة وانت اخر اربعة مترتبين، فبالتالي اكيد الاولاني ده برضو سورتد. فبعد كده خلاص انا كده ايه بقى الاري كله سورتد، فمش هقدر اقارن بقى خلاص. انا كل مرة ايه بقارن على حسب قبل الويندو الاخضر، قبل الويندو او النافذة الخضر، تمام. بيقول لك بعد اللفة الرابعة احنا متأكدين ان اخر اربعة خلاص سورتد، بان هو السايز بتاع خمسة. بيقول لك هو ذا سايز اوف اري ووز خمسة element and we did just for iteration to sort all array. يعني ايه؟ يعني من الاخر لو انت في البابل سورت الاري عندك السايز بتاع خمسة، فانت بتعمل كام لفة؟ اربع لفات. طيب لو الاري عندك 10 عناصر فبتعمل كام لفة؟ 9 لفات بس، تمام. فدايما هتلاقي ان عدد اللفات اللي انت بتعملها في البابل سورت اقل من السايز بواحد، اقل من السايز بايه بواحد. نفس الفكره اللي احنا ايه لسه مطبقينها دلوقتي.